عايزة أي حد يتوسط للمعرض أخد عربية وأدفع عن قسطة. تسمعيش مهد تسلم. مش عايزة حاجة تاني. يا رب يخليك يا رب. صحيح والله يا رب يخليك 100 راجل. يا رب يخليك يا رب. تسلم. ولا كنا نشوف اي رئيس الا تشوفه راكب في العربيات بيقول لك في العربيه ومحدش كان حراسه شرطه من هنا وشرطه من هنا وما تشوفوش خالص. لكن ده السيد الرئيس ما تشوفه وبيستمعك لما بتكلم وبيستمعك. اديت له اوراق واديت له قبله يوصلها لك واديت له قبله يوصلها لك ما وصل لها ليش. احنا اصلا بنحبك. يعني انا يعني احنا من حي شعبي، حي بسيط قوي والناس اللي فيها بسيطه جدا ومختلفين لكن قلبهم طيب. قلبهم طيب قوي. ها انت كويس رجليك بس بتزيد خوز يا ابني. المهم انت كويس، خلي بالكم من نفسكم. مين زميلك اللي كان سايق؟ مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهني امين يا رب ويطرح البركه فيك. خدوا حاجتك بقول لك خدوا مكاني. لا ليكي مكان. لا انا اتشرفت بيكي. انا سعيده ان انا شفتك. وانا اتشرفت بيكي ان انا شفتك هنا والتقيت بانسانه صالحه. وجعلك يا صدر رمض الله تضلل على العالم كله. ربنا يبارك فيك يا رب.